جون. تدري كم مرة صرت ضربك اللي مستحي؟ كل مرة أقول باكر التو باكر تتعلم باكر تتيدب، لكن ما في خلاص. ضلت حرمة شينة. قبل لا تيجي تضربني روح أسأل حرمتك من من هي نادر. أنا وأميرة ما بينا علة وما هيج ولا واحدة بينا خلفت منك، والحين بساعة هيج تكون ناقل منك؟ روح توكد من من حرمتك ناقل. أنت ما ينفع معك شيء غير الطلاق. أنت طالق يا زوينة، أريد أشوف وجهك مرة ثانية. يلا عليك تسوي روحك طيبة وتعلميهم باللي ودي سويه لجل يرضى عنك غزوان. قلت لك انسي هذه السالفة، لا تقربي صوب ريما والعيل، حرام ما يجوز نسوي هذا الشيء. لكن انتي ما رديتي، قلت لزوم أعلم ريما وأحذرها منك. غزوان طلقني يا أميرة، ما عاد عندي شيء أخسره، لكن والله لا خليك تندمين. متوقدة اني ناقل؟ ايه متوقدة، بل مبارك عليك يا بنيتي. الحمد لله الحمد لله. يا خالم بدر، يا خالم بدر الحق علي بساعة. وش في غزوة يا خالة؟ حرمتي ريما تظني، الحق علي. بالحال انت وش تسوي هاد؟ انا ناقل يا غزوان. وش ناقل؟ لو انت كريم يا الله. ما شاء الله تبارك الله تبارك الله. سمع، الحمد لله على سلامتك. مشكورة يا الحكيم. تسلمي، برخصك دمعة. بمان الله، مكتورة الخير. سلم علي. حنا دي غزوان ينتظر على نار يريد يشوف ولده. ايه يا عمّة يا غزوان تعال، ما ودك تشوف ولدك؟